الله الرحمن الرحيم. أولاً أرحب بالسادة الأفاضل طاقم الصحافة لأصوات إلكترونية التي شرفتنا بحضورها في هذه الليلة المباركة، ليلة التي سنحتفل بها غداً لذكرى هذا الولي الصالح سيدي علي بن حمدوش. ولا شك أن هذه الذكرى تستقطب العدد العديد من الزوار والزائرات من جميع مدن المغرب، حيث أن هذا الولي الصالح كون طاقما من المريدين حينما اتخذ هذا الجبل مقرا لسكناه. وبحكم هؤلاء الذين توافدوا عليه من جميع مدن المغرب من شماله وجنوبه شرقه وغربه، كلهم التجأوا إلى هذا الجبل وقضوا معه سنوات استفادوا من علمه ومعارفه. هؤلاء كانوا نواة لطريقة هذا الولي الصالح، حيث أنهم انتقلوا إلى جميع المدن المغربية فكونوا زوايا متنوعة بفضل من حضر أو بفضل من كان يستفيد من هذه الطريقة. وهذه الطريقة حقيقة كانت أولا تعتمد على حفظ كتاب الله، ثم هؤلاء الذين يحفظون كتاب الله أولا يستفيدون من كتب فقهية ودينية، ثم ينتقلون إلى تلك الزوايا فينشرون تلك الطريقة. لهذا نجد أن عددا كبيرا من الزوايا في جنوب المغرب وفي شماله وفي شرقه ولا زالت قائمة بفضل هؤلاء المقدمين الذين سهروا على ممتلكات تلك الزوايا، كما أنهم كونوا طاقما آخر استطاع أن يحفظ مثلا ما خلفه لنا الأجداد. ولهذا نجد أن هذه الزوايا كانت لها عدة خدمات، فهي لم تكن زوايا للذكر واختلاوة القرآن والأمداح النبوية، ولكن كانت أول صلة وصل بين ساكنة الشمال والجنوب. ولهذا أنتم رأيتم وسترون غدا إن شاء الله مجموعة من الطوائف، هؤلاء يتبادلون الخبرات، يتبادلون قصائد المدح. هذه القصائد فيها كلها مدح للرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى السنين. ولهذا نجد أن الزوايا كانت تقوم ليس بمثل بالتعليم والحفظ إلى آخره، ولكن تقوم بعدة خدمات. فكانت هي ملجأ للمرضى، خصوصا أنه قبل دخول الاستعمار الفرنسي لم تكن المستشفيات متواجدة أو الملاجئ الخيرية إلى غير ذلك. ولهذا كانت الزاوية تقوم بهذه الأدوار كمقر خيري، تستقطب مجموعة من الفقراء، كما أن هناك لهم تجربة في الخدمات الطبية يقدمون مساعداتهم للمرضى المصابين والذين يفيدون إلى هذه الزوايا. كما أن هذه الزوايا تخلق نشاطا تجاريا لهذه المنطقة، يستفيد منها ساكنة البلد وكذلك يستفيدون منها كل التجار المتواجدون مثلا بمدينة قريبة منا، وهي مدينة زرون أو مدينة مكناس، ولكنهم يفيدون من جميع المدن المغربية. فمعنى هذا أن الزاوية لها دور كبير، دور تجاري، دور اقتصادي، دور تواصلي ما بين الساكنة، حيث أن هناك أن الشيء الذي يجب أن يعرفه الجميع أن هذا الولي الصالح اتخذ مقره في هذا الجبل، وهو بعيد عن البحر، حيث أن هواءه صحي كما أن مياهه عذبة،
زيادة عن أن المنطقة بعيدة عن الضجيج التي تخلق مصاعب للساكنة. ولهذا نجد أن في الموسم يفد واحد مجموعة كبيرة من جميع المدن المغربية من الشمال والجنوب وخصوصا المدن الساحلية التي تتأثر ساكنتها برطوبة البحر. ولهذا نجد أن هذا الولي الصالح أو هذه الزاوية لا كل الفخر، لأن مثلا لأن مولاي السيدي علي بن حمد يوسف عاصر المولاي إسماعيل رحمة الله عليه السلطان العظيم، كما أن مولانا مثلا جلالة الملك الحسني قدس الله روحه وكذلك ووالده مثلا، هو جلالة الملك الحسن الثاني أعطى تعليماته لماذا لبناء المسجد الحسني هنا بهذه الزاوية. وهذا المسجد أقيم لأداء الصلوات الخمس ليحفظ فيه كتاب الله ويتعبد فيه كل من زار هذا الضرب. وقد بني هذا المسجد أي مسجد مثلا الحسن الثاني بما مثلا بهذه الزاوية بعد بناء مسجد الملا إدريس بزربون. لهذا نجد أن هذا المسجد كانت له نواس من قبل، حيث أننا كنا نتعلم ونحفظ كتاب الله هنا، كما أن آبائنا، لأن المدارس لم تكن موجودة في عهد آبائنا وأجدادنا، ولهذا كانوا يحفظون كتاب الله ويتعلمون مثلا ومثلا يحاربوا ابن الأمية ويتعلمون ويستفيدون من العلوم والمعارف. ولهذا فقد أدت أدوارا متنوعة ولا زالت تقدم هذه الأدوار. فأنتم ترون أننا نستضيف العدد العديد من الطوائف التي تفيد إلى زاويتنا، نستقبلهم بكل ترحاب ونستقبل كل من زار. لهذا نجد أن الزيارة أن لكل زائر له متطلبات، له أماني ورجاء، فهو يأتي إلى هنا. منا من يأتي لطلب الشفاء، ومنا من يأتي لطلب أعلائين، كل واحد منا من يتجه إلى الله، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتجه إليه لأنه قال ادعوني أستجب لكم. فهؤلاء يأتون إلى هنا أولاً ليشاركونا في أفراحنا ويشاركونا في احتفالاتنا، كما أن كل واحد له مطالب ورغبات، ونحن ندعو للجميع، ندعو لكل من جاء إلى هنا إلى زاويتنا، ندعو له بماذا؟ بالتوفيق والنجاح وتحقيق الأماني وكل ما يرجو. إذا كان به مرض فنحن نرجو الله أن يشافيه ويعالجه، وإن كان يحتاج إلى وظيفة نرجو الله أن يحقق رجاءه وآماله. إذا المعنى هذا أن الآمال تختلف من زائر لآخر ومن زائرة لأخرى. ولهذا يجمعنا مثلا كل سنة هذا الموسم، خصوصا أن المواسم لم يكن هذا الموسم الوحيد والفريد هنا مثلا، وإنما المغرب كل منطقة لها طقوسها ولها مواسمها ولها موسمها. فالمغاربة من عادتهم أنهم يجتمعون لماذا؟ ليفرحوا، ليفرجوا عن مثلا عن كل ما يعانونه من مصاعب ومشاقة، لأن الحياة كلها تعب. تعب كلها الحياة كما قال مثلا السائل المعدي رحمة الله عليه. لهذا أولا نحن نرحب بكم جميعا ونرجو لكم مقاما طيبا لزاويتنا، ونرجو الله أن يحقق أنتم لكم رجاءكم ولكل من أرسلكم وساهم مثلا معكم في مثلا في اللقاء بنا وفي مثلا نشر، لأن الشيء الذي يجب أن يعلمه الجميع وتعرفونه وأنتم بدوركم وأنتم تشاهدونه، وها أنتم قمتم بالزيارة لهذا الولي الصالح واطلعتم على مرافقه وعلى ما يحتوي إليه، فتلاحظون أن الضريح أن الزاوية خاصة بتلاوة القرآن بالأمداح النبوية مثلا بأداء الصلوات في أوقاتها، كما أنه تقام مثلا في
يعني مثلا حضره حمدوشيه، وهذه الحضره كما لاحظتم انها تبتدئ بالامداح النبوياتي فهمتي، ثم يحفظها مثلا فهمتي موسيقى خاصه، والموسيقى الحمدوشيه تختلف عن الموسيقى العساويه او الغناويه او كل انواع الموسيقى، فلها نغماتها ولها ايقاعها، فهذه الايقاعات والانغام تؤثر في كل من يستمع إليها. ولهذا نجد في كل موسم يضحي الناس بأشغالهم ويأتون إلى مشاركتنا في هذه يعني في هذه مثلا في هذا الموسم، حيث أن كل من زار هو في الحقيقة يكتشف عالما آخر، يكتشف اولا الهدوء، يكتشف الهواء النظيف، يكتشف مثلا المياه العذبه، يعني الرحله فيها فوائد لا حصر لها. هذه الرحله ان الانسان يغير الانسان البشر والشجر والحجار وكل ما تراه عينه، فهمتي؟ فهنا منطقه جبليه، منطقة كما تلاحظون منطقة عالية، ولهذا اختارها المؤسس علي بن حمدوش، وقبله اختار إدريس الأول مدينة وليلي لتكون مقرا له، كما أن الرومان لماذا اتخذوا مثلا وليلي لتكون عاصمة لهم؟ رغم أنهم قطعوا مجموعة من المدن المغربية مثلا بحال مثل حسيمة، طنجة، أصيلة، الأناضول، عرائش، كذا إلى آخره، ولكن استقروا بمدينة وليلي، لأن وليلي كان مركزا لأشجار الزيتون التي تعطي الزيت تغذية وإنارة. فبترول الذي نعاصره الآن هو الزيتون الذي كان في عصر الرومان، كما أن هذه المنطقة كانت كثيرة التين والعنب، وتعرفون أن التين والعنب يجفف ويعصر منهم تعصر من الخمور، ولهذا كانت هذه الخيرات تنقل إلى روما وإلى الدول المجاورة لها. كما أن ماذا يحيط بزرهون؟ سهول الغرب وسهول السيس، وهي مناطق كلها مناطق فلاحية تضر الخيرات. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.